وللمزيد من التحليل تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الكاتبة الصحفية راشيل كرم. صباح الخير أستاذة راشيل. يعني ملف جديد يضاف إلى ملفات عديدة مفتوحة ويعني تستنزف لبنان وأوضاعه. هل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمستعصية اليوم في لبنان على المواطنين هي التي تدفع لهذا الملف الجديد ملف الهجرة غير الشرعية؟ شكرا لك ست أمل. هو أحد المواضيع الموضوع الاقتصادي والأزمة الاقتصادية الذي يمر به الشعب اللبناني منذ أكثر من 4 سنوات. طبعا هو أحد الأساسيات بحكم أن النازحين السوريين في لبنان عددهم تقريبا 30% من نسبة المواطنين اللبنانيين. بمعنى آخر في مصر فلنعتبر أنهم 100 مليون، فنعتبر أن هناك 30 مليون من الجنسية الصومالية أو السودانية أو أي من الجنسيات المجاورة، طبعا يؤثرون على الأزمة الاقتصادية. ولكن أكثر من موضوع الأزمة الاقتصادية هي المسألة الديموغرافية والمسألة التحول الثقافي وأيضا العادات التي تحصل في لبنان، بحكم كما قلنا سابقا بأنهم يشكلون تقريبا 30 إلى 35% من عدد السكان في لبنان. لذلك هذا الخطاب الرافض أو الداعي إلى عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وخصوصا بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية وبعد الهدوء الكبير الموجود في على الأراضي السورية، أدى إلى عدد من الإجراءات الأمنية التي حصلت والإجراءات الرسمية التي حصلت باتجاه هؤلاء. وهنا نتحدث عن تطبيق قانون، بمعنى آخر تتأمل بأنه أي شخص غير شرعي ليس لديه أوراق دخل خلسة إلى البلاد، على القوى الأمنية من جيش وقوى الأمن العام أيضا توقيفه وإعادة ترحيله إلى بلاده، إذا كان سوريا فليكن، إذا كان مصريا فليكن، إذا كان من أي جنسية. طب أستاذ راشيل، أشرت إلى نقطة يعني تحتاج إلى بعض من التوضيح، موضوع الديموغرافي ويعني الحالة المعيشية أو الثقافية أو الاختلاف ما بين المستويات. ونحن ندرك أن لبنان وسوريا يعني نفس الحالة، نفس الحياة، نفس البيئة الجغرافية والديموغرافية. يعني عن أي تفاوت تتحدثين؟ ولماذا بعد كل هذه السنوات اليوم صحى البعض من السوريين ربما على هذا الأمر أنهم يريدون مغادرة الحدود اللبنانية باتجاه أوروبا؟ سوف نتحدث عن النقطة الأخيرة، التي هي لماذا يصيح بعض السوريين بالعودة إلى أو إلى الرحيل إلى أوروبا أو البقاء في لبنان أو العودة إلى سوريا وتحديدا عبر البحر. وهنا لابد من الإشارة تتأمل بأنه علينا أن لا ننسى ما حصل في تركيا منذ تقريبا 7 سنوات عندما اختار أردوغان لأن يهدد أوروبا بأنه سوف يفتح الحدود للاجئين ويذهبوا إلى أوروبا، وإلا تمكن أردوغان من تحصيل العديد من المكاسب من الأوروبيين. ليس فطنة أن يكون في هذا التوقيت أن يصدر هذا البيان عن قيادة الجيش للتوضيح، لأنه إذا ما تحدثنا عن الأرقام هم لا يتعدوا 100 شخص، رقم ضئيل جدا ورقم صغير، ولكن للإيحاء وللقول بالدول الأوروبية لأن حذاري بأن هؤلاء، نحن حتى الآن نحن باستطاعتنا أن نضبط هؤلاء السوريين الذين يريدون أن يرحلوا إلى أوروبا. ونحن ندرك جيدا لأن أوروبا هو كابوس بالنسبة إليها هذه الهجرة غير الشرعية عبر البحر. وبالتالي هي ليست فقط مسألة إنسانية وهي ليست مسألة فقط مع الأسف تبقى هذه الورقة السياسية التي يتم تداولها منذ بداية ومنذ اللحظات الأولى للحرب التي تجري في سوريا. أستاذ، لأن أوروبا أيضا هي من خلال المنظمات الإنسانية هي تفرض وهي تهدد وهي تصدر البيانات المعادية لنقل سياسة، على سبيل المثال ما حصل ببيان الجيش الأخير Human Rights Watch، أعلنت بأنها أن هي تحذر السلطات اللبنانية من هذه التصرفات غير الإنسانية. أين لا إنساني بالموضوع إذا كان القانون ينص على ذلك؟ ولكن في السياسة طبعا يتم طيب. اللعب على هذا. أشرت إلى موضوع السياسة أستاذ راشيل وعذريني لمقاطعتك، نحن نتحدث عن جانب إنساني وأخلاقي، ولكن يبدو أن موضوع ملف اللاجئين والنازحين تحديدا يطغى عليه المشهد السياسي والورقة السياسية. سؤالي، هل يتم اليوم يعني هل تعاني الحكومة اللبنانية من ضغط سياسي فيما يتعلق بعودة النازحين أو اللاجئين السوريين إلى بلادهم، أم أنها تأخذ هذه الورقة لضغط سياسي باتجاه أوروبا؟ أيهما المرجح اليوم بالحكومة اللبنانية؟
من الواضح من خلال يعني الواقع الذي نعيشه بأن هؤلاء النازحين لا يزالوا في لبنان، وأيضا لا يزال الأكثرية الغالبة نتحدث عن 2,000,000، وأيضا تتحدث بعض الأرقام عن 2,500,000 من النازحين السوريين الذين يتواجدون في لبنان. مما لا شك فيه بأن أي قرار بعدم عودة هؤلاء هو بضغط أوروبي وهو بضغط خارجي، وإلا ما هي الأسباب التي تمنع الحكومة اللبنانية أو تمنع الحكومة اللبنانية من التواصل بشكل جدي وبشكل رسمي مع النظام السوري الذي هناك بعض المشاكل في لبنان، بعض الأفرقاء الذين يعتبرونه أنه ديكتاتوري ومجرم، والبعض الآخر الذي يعتبر أن هناك ضرورة للبنان بالتعاون مع سوريا. هذا الانقسام أيضا تستغله أوروبا بأي كيف تستغله ستأمل؟ تستغله من خلال المساعدات، وتقول للبنان لن نساعدك بأي مبلغ مالي إلا إذا أبقيت هؤلاء السوريين. وهذا ما بدنا نلاحظه بشكل يومي بحكم أن بعض الجمعيات، نعطي مثال صغير لكن هو يمثل ويمكن أن نفهم من خلاله ما هو الوضع. بعض الجمعيات للعطباء الخيرية لا تقدم مساعدة للمواطن اللبناني في الموضوع الطبي إلا إذا كان هناك مواطن سوري أو نازح سوري بالمقابل أيضا سوف يستحصل على نفس الخدمة، وإلا لن يتمكن اللبناني. هذا النوع من الضغط وهذا النوع من تهديد الحكومة اللبنانية والسلطة اللبنانية بأنه لن تحصل على أي من المساعدات أو الدعم إلا إذا كنتم أيضا ستقدموا للسوريين، يحتم على الدولة اللبنانية وعلى الحكومة اللبنانية التريث بموضوع الحسم بموضوع النازحين السوريين. ولكن دعيني فقط لأنه مررت على هذا الموضوع، صحيح أن سوريا ولبنان هما جارتين، وصحيح أن بلاد الشام كما صحيح، ولكن واضح من خلال أنت تدركين جيدا تتأمل بأن النظام السياسي يحتم أيضا طبيعة شعب مختلف وطبيعة حياة مختلفة. النظام في سوريا مختلف جدا عن النظام في لبنان السياسي، إن كان من ناحية الديمقراطية، الانفتاح، نمط الحياة في لبنان يختلف عن النمط الحياة في سوريا، هذا أمر واقع. وبالتالي وجود هؤلاء السوريين من ثقافة معينة، من نظرة معينة، من تقاليد وعادات نعم تختلف عن الشعب اللبناني، ايضا هذا ادى الى توتر بين اللبنانيين والسوريين، بين المواطنين، وحتى نسبه يعني طبعا كلام حضرتك له الكثير من التقدير والاحترام، ولكن مرده ان يعني بالمجمل نستطيع ان نتحدث عن نسبه كبيره جدا من العائلات اللبنانيه اصولها وجذورها سوريه، وبالمقابل السوريه كذلك باللبناني، ربما بعض الاختلافات بالحاله التي فرضتها الانظمه السياسيه بين البلدين، ولكن اعتقد ان التواصل والجذور لا زالت مستمرة ومتواصلة. أستاذ راشيل، على كل هذا الموضوع يحتاج الكثير وملف هام جدا للبنان تعيشه كما يعيشه السوريون أيضا. أشكرك على مشاركتك معنا الكاتبة الصحفية راشيل كرم، كنت معنا من بيروت. شكرا يا أستاذ راشيل.